السلام عليكم شو اخباركم؟ مساكم طيبين معكم هوكم سيناريو في اليوم جايب لكم خبر جديد عن بلاك اوبس 2 زي ما تشوفون هارد اديشن والكير باكج او برستيج اديشن اللي على اليسار صار هو الهارد اديشن وعلى اليمين مين هو الكير باكج او برستيج اديشن طبعا يعني آه العاده تكون في شيء اسمه برستيج اديشن بس هذه المره سموه كير باكج ف يعني كذا مره يحمس انه راح يكون في كير باكج اوه كير باكج اوكي اوه اوكي <applause> <applause> آه زي ما تشوفون هارد اديشن يعني الحاجات اللي راح تجي اللي هي نوك تاون زومبيز، آه نوك تاون زومبيز اذا ما تدري وش نوك تاون زومبيز آه راح احط فيديو في الديسكربشن عشان افهمك وش نوك تاون زومبيز هي آه ماب آه نوك تاون بس مخصص لطور زومبيز بس راح يكون في نوك تاون 2025 اللي هي نوك تاون آه نفسها بس معدله آه آه سموها نوك تاون آه 2025، اوكي راح يكون في آه آه افاتار آه بروبس آه حصريه، افاتار بروبس هذه اللي آه يعني اول شيء الافاتار للاكس بوكس هي شخصيه انت يعني تسويها وتعطيه لبسه وتعطيه كل شيء فالبروبس هذه الحاجات اللي يستعملها هو او يستعرض فيها برضه راح يكون في زومبيز افاتار كوستيوم يعني لباس حق زومبيز الافاتار راح يكون في ليمتد اديشن تشالنج كوينز ما ادري وش تشالنج كوينز ما ادري يعني وش فائدتها بس اتوقع انه راح يكون في تحديات تسويها عشان عشان تربح هذه الكوينز او شيء زي كذا ما يعني مو متاكد للحين راح يكون في اوفيشال ساوند تراك حق اتوقع حق بلاك اوبس 2 الساوند تراك اللي هو أو الموسيقى حقت نفس اللعبة آه، راح يكون معك اكيد كولكتبل ستيل بوك اللي هو يكون الغلاف نفسه يكون من آه، آه، من ستيل آه، بس آه، غير كذا آه، لا في اخر شيء آه، حصري انه راح يكون في ويبن كامو آه، الكامو هو الألوان حقت الاسلحة راح تكون حصرية آه، مع هذه الهارد اديشن برضه راح يكون فيه آه، خلفية الامبلم اللي هو بلاير كارد باك آه، آه، حصرية على الهارد اديشن راح تكون فيه اوكي الحين آه، ننتقل الى الكير باكج آه، برستيج اديشن برستيج اديشن اوكي آه، قبل ما اتكلم عن الكير باكج ابغاكم آه، تشوفونها على الحقيقه يعني هي نفس الكير باكج فشوفوا شوفوا شوف كيف كبيره مره مره فهذا الشيء اللي خلاني اتحمس لها آه، الكير باكج واتوقع اتوقع راح اشتريها ان شاء الله آم... اوكي آه، خلنا نبدا بالمعلومات عنها، المعلومات ما هي مره تفرق تقريبا نفس الشيء بس انها زياده آه، شيء واحد. آه، زي ما قلت لكم راح يكون في نوكتاون زومبي، ونقطة 2025، راح يكون في آه، خلفيات للبلاي ستيشن آه، اللي هي ملتي بلاير ثيم وزومبي ثيم بس ما ادري اذا راح يكون في ش... آه، للاكس بوكس او لا كتبوا عندي لأ. راح يكون في ان دي 27 دراجون فاير درون وذ كنترول اللي هو هذه الطياره آه، او او يسمونها كوادروتر آه ما تفرق آه فهذا الشيء اللي يفرق آه بينها وبين الهارد اديشن انا راح تكون معك طيارة آه وهذا اللي يخليها اغلى اصلا من الهارد اديشن آه غير كذا راح يكون في نفس الشيء ليمتد اديشن تشالنج كوينز وساوند تراك وراح يكون في ستيل بوك وبرضه نفس الشيء الحصرية اللي هي الويبن كامز والخلفيات الحصرية حقت الابل وغير كذا على حسب ما قريت في جيمز طبعا راح يكون في زي الخبر جديد او مفاجاه في اكتوبر فيعني ما عندي اي فكره اكيد لانها مفاجاه فنستنى نصبر نصبر الى ما يطلع شيء احسن من كذا بس ما اتوقع راح يكون في شيء احسن من كذا لانه صراحة كير باكج شيء شيء حلو وبس اتمنى فاتكم اذا عندكم اي سؤال او عندكم اقتراحات اتمنى تكتبونها في الكومنتس كان معكم اخوكم أوري فير مع السلامه